أهلا بكم. أتكلمنا في مواضيع سابقة أن الثعابين ممكن تدخل البيوت. لو شفنا ثعبان جوة البيت كيف نتصرف معه؟ عندنا حاجتين أساسية لازم نأخذها بعين الاعتبار. أول حاجة لازم نتعامل بكل حرص وحذر. ثاني حاجة إن كان ما نقدر نتعامل نتصل على الناس المتخصصين، الدفاع المدني، البلدية، مكافحة الحيوانات، الناس اللي متخصصين في الحكاية هذه. ما بتكلم على الثعابين بس، بتكلم على أي حاجة ممكن تضرنا. هذه الحاجتين الأساسية لازم تكون هي القاعدة اللي نشتغل عليها، العلم والمعرفة والحرص. ثاني حاجة نستعين بالخبراء. طيب ما قدرنا نستعين بأحد، إيش نسوي في الحالة هذه؟ لو شفنا الثعبان أمامنا، يعني لقينا ثعبان جوة المنزل في مكان مكشوف، نتعامل معاه بأي وسيلة من الوسائل، نضربه، نموته، نتخلص منه بأي حاجة، لكن بحرص نبعد عنه، ولا ننسى قبل لا نقتله نحرج عليه زي ما ورد في موضوع ثعابين المنازل، نقول أي حاجة فيها ذكر الله. لو كان في مكان مو ظاهر، يعني لقينا ثعبان داخل المنزل ورا دولاب، في المطبخ، جوة بوتاجاز، في أي مكان داخل المنزل ما عرفنا نتعامل معاه مباشرة، إيش نسوي؟ أول حاجة لازم نقفل كل الأماكن اللي ممكن يهرب منها الثعبان، يعني نحاول نحصره في المكان اللي هو فيه. بعد كده نستخدم أي نوع من المبيدات، نستخدم المبيدات الحشرية هذه بشكل مكثف، نقفل المكان لعدة ساعات، لأنه الثعابين بتتنفس، لو تنفست مبيدات سامة أكيد حتتأثر. بعد كده حنلاقي أن الثعبان خرج من مكانه عشان بيحاول يدور على منفذ يطلع منه. برضه نتعامل مع الثعبان، نحاول نخلص عليه بأي طريقة من الطرق. المهم في الحكاية هذه أن يكون عندنا حرص وما نقرب من الثعبان، حتى لو قتلناه، حتى لو موتناه نتعامل معه، نقتله، نشيله بأي حاجة بس يكون بعيد عن الجسم، لأن الثعابين حتى لو ماتت ممكن يكون الثعبان سام فبالغلط يجي أي جزء من أجزاء الجسم على الثعبان أو على رأس الثعبان، فبالتالي الأنياب الخاصة بالسم ممكن بالغلط تدخل لنا سم داخل الجسم، فنتعامل مع الثعبان بس بشكل بعيد عن الجسم. هذا الموضوع بكل بساطة. أتكلمنا في حلقة خاصة عن مكافحة الثعابين، كيف نتعامل معها، كيف نمنعها من دخول المنزل. لو كان الثعبان خارج المنزل ايش نسوي؟ لو كان الثعبان مواجهنا او شايفينه او في مكان نستطيع ان نتعامل معاه، ممكن نتعامل معاه بكل بساطة بنفس الآلية، يكون عندنا حرص وحذر في التعامل. لو كان الثعبان بعيد او صعب انه نتعامل معاه مباشرة نخليه في حاله، نحاول نبعد عنه، لانه الثعابين زي ما قلنا في منها سام وفي منها خطر، فأي خطأ ممكن يسبب لنا مشكلة فنبعد عنه. هذه حاجة مهمة جدا. وأهم نصيحة أوجهها لكل واحد بيتعامل مع الثعابين، لو كان الثعبان في مكان
بعيد عنك ما في مضرة بالنسبة لك بعد عنه. في مثل بيقولوا الهروب نصف الجدعنة، أنا أقول في موضوع الثعابين الهروب كل الجدعنة، لأنه ممكن يكون الهروب فرق بين الحياة والموت. وفي قاعدة عندنا معروفة يمكن بيقولوها دائما، أبعد عن الشر وغني له. الثعبان فيه أذى لو كان سام لو كان خطر، فالواحد يبعد عنه الأفضل والأحسن. هذه أشياء بسيطة تعرفنا كيف نتعامل مع الثعابين داخل المنازل. الثعبان يموت بأي طريقة بأي مبيدات، الناس تعتقد أن الثعابين ما تموت، الكلام ده غير صحيح. ممكن نتعامل مع الثعبان نقتله بأي حاجة بأي مبيدات حشرية. الثعبان يمكن يتحرك حتى بعد ما نقتله، يعني سوينا تجربة خرجنا قلب الثعبان خارج الجسم، لقينا ان الثعبان بيتحرك لمدة ساعتين من غير قلب. ممكن يعض ممكن يأذي، لكن الثعبان ميت، بيسموه روحه طويلة. هذه معلومات بسيطة تعرفنا ان الثعبان مجرد حيوان ممكن نتعامل معاه بكل بساطة، لكن اللي يهمنا في الموضوع انه نتعامل بحرص وبحذر وبعلم، نعرف كيف نتعامل معاه، لانه زي ما قلنا ممكن غلطة بسيطة تسبب مشكلة. فرجاء ننتبه، ورجاء مو كل واحد يتعامل مع الثعابين. هذه نصيحة عامة، مو اي واحد يتعامل مع الثعابين. قدرنا نتصرف الحمد لله، ما قدرنا نتصرف نخلي الناس المتخصصين هم اللي يتصرفوا، او الناس اللي عندهم القدرة انهم يتعاملوا مع الثعبان. اتمنى السلامة للجميع، تحياتي. أعزائي متابعين اليوتيوب، لو أعجبتكم الحلقة وحابين تتابعوني على قناتي ويوصلكم كل جديد، الرجاء الضغط على زر سبسكرايب. تحياتي.